ما أننا جاهزون الوقت أن نبدأ، مرحبا بكم جميعا. أرحب بكم من تورن المغيمة. لدينا محور رفيع المستوى بمناسبة منتدى حوكمة الإنترنت 15 المنظم من قبل هيئة الأمم المتحدة. لدينا متحدثون شيقون سأقدمهم لكم. أرحب السيد فيكتور هاريسون، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون الاقتصادية. أرحب أيضا بالسيدة دانييلا برونستروب، نائبة المدير العام ورئيسة الإطار التنظيمي للسياسة الرقمية والسياسة البريدية والشؤون الدولية والإعلام في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة. أرحب أيضا أرميدا سالسا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الأدنى. أرحب أيضا السيد يي شاو جون، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ودانييل تريوخيلو، نائب الرئيس التنفيذي الرئيس العالمي للأخلاقيات والامتثال في وولمارت. أرحب أيضا جيليان مارسيل، المؤسس والعضو المنتدب لشركة Resilience Capital Ventures. أرحب أيضا بالسيد مكيشا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. والسيد أخيرا إدوارد أندرسون، رئيس قسم المعلومات ومدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في صندوق النقد الدولي. نعرف أن نتواجد حاليا في مركز الجائحة التي تصيب العالم كوفيد-19، ومن نتائجها أننا لا نستطيع شخصياً أن نتقابل ونستخدم الأساليب الرقمية، وعن هذا سيمكن نتحدث. هل يمكن لهذه الوسائل أن تساعدنا في العمل والتجارة بشكل عام؟ ونعرف أن عمليات الرقمنة في المجالات الاقتصادية أيضاً تسبب مخاوف تتعلق بإمكانية الوصول وعدم المساواة والأمن، هذا على سبيل المثال للحصر. أن الأمين العام غونتيريس قال أن هناك مهمة لأن نقوم حتى نهاية العام بوضع خارطة الطريق لرقمنة المجالات المختلفة لكي نخلق علاقات رقمية أفضل. لذلك لدينا هذا المحور والمتحدثون رفيعو المستوى، حيث سنتكلم عن السياسة الرقمية وما هو دورها في الاقتصاد فيما بعد حالة الجائحة. أود أن أطلب من كل واحد منهم أن يوصلوا الميكروفونات والفيديو. لدينا 3 دقائق للإجابة. السؤال الأول للسيد هاريسون من الاتحاد الأفريقي، هل كيف يمكن أن يؤثر الكوفيد-19 على اقتصاديات الدول الأفريقية؟ كيف برأيك، ما هي سياسة استخدام الوسائل الرقمية في
التعويض عن هذه الخسائر التي ونحن نقول أن لها أولوية شديدة وهي كلمة صعبة. نعم شكرا. شكرا جزيلا السيد رئيس الجلسة، أرحب بالحضور الكرام. أجمل الترحيب. جائحة كوفيد 19 لها تأثيرات جوهرية اجتماعية واقتصادية في إفريقيا كذلك. فيما يخص الآثار الاقتصادية فيجب أن نميز ما بين الركود 4.9% إلى 2.1% حسب تقديرات اتحادنا الإفريقي. الخسارة ما لا يقل عن 65 مليار دولار في معاملات في المعاملات بالسلع والبضائع، كذلك انخفاض أسعار السلع والبضائع الكثيرة، زيادة التضخم، خسائر في الميزانيات العامة، ونواقص في التمويل الخارجي ودعم الدول الإفريقية. أما المصروفات العمومية في الازدياد المستمر، وذلك متعلق بتكاليف متزايدة للرعاية الصحية التي تكافح الوباء، كذلك أزمة غذائية أدت إلى تخفيض صناعة الأغذية ما بين 2-6%، تبطئة عجلة تنمية الصناعة والإنتاج وهو المحرك الأساسي للاقتصاد. أتحدث أيضا عن الزراعة والسياحة والمواد، القطاع الغذائي، كل هذه القطاعات تأثرت بالوباء أو الجائحة، فيكون لها تأثير كبير ليس فقط على الرعاية الصحية، ولكنها أيضا شددت الأزمات وأدت إلى فقدان فرص العمل. ثم قسمنا للشؤون الاقتصادية في الاتحاد الإفريقي في أكتوبر الماضي نشر تقريرا خاصا بالآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة في إفريقيا، وتبين منه أنه يجب الاستفادة الأفضل من الرقمنة التي قد تستجيب لبعض هذه العيوب. مستوى استخدام التكنولوجيات الرقمية في إفريقيا يجب أن يزداد، ويؤدي إلى ما سميت في الماضي بالثورة الاقتصادية في إفريقيا في عام 2000 حتى 2023. حسب إحصائيات أو معلومات البنك الدولي فإن تحقيق هذا الهدف المتعلق بالإنترنت الميسور التكلفة في حالة تحقيق هذا الهدف سوف تؤدي إلى التنمية الأعلى، وهذا يفتح خيارات واسعة النطاق قد تستخدم للاستجابة للمآسي التي تعيشها إفريقيا. أضرب لكم بعض الأمثلة. أولاً الرقمنة تتقدم بسرعة في الزراعة في غانا ونيجيريا، هناك الرقمنة تحسن أيضاً في كاميرون وكينيا عمل نظام الرعاية الصحية. الكثير من الدول الإفريقية بدأت أن تستخدم التكنولوجيات الرقمية في رصد ومراقبة انتشار الفيروس. دولة مدغشقر أنشأت منصة رقمية للتشخيص وتتبع فعال لحالات الإصابة. كذلك التعليم، مجال التعليم هناك إيجابيات فيه في مصر أو جنوب إفريقيا. القطاع المالي الرقمي أيضا يتطور وله تأثيرات إيجابية على الاندماج أو الجمع التجاري.
التجارة كذلك في القارة الإفريقية، وهذا من أهم مشاريعنا في إفريقيا منذ يناير القادم. مثل هذه المناطق من شأنها زيادة التبادل التجاري فيما بين 15 إلى حتى إلى 25%، وإنشاء مثل هذه المناطق التجارية سيساهم في زيادة السيولة المالية والتبادل التجاري الرقمي، الأمر الذي قد يتحول إلى المحفز للتدفق التجاري. شكرا السيد المستشار على ذلك، لقد أظهرت لنا بعض من الحلول الرقمية التي من المحتمل أن تساعد إفريقيا لمجابهة المشاكل التي تعاني منها هذه القارة، ومنها الفقر ونقص الأغذية. الحالة مختلفة تماما كما يبدو في ألمانيا، ولكن الصعوبات قد تختلف عن تلك الإفريقية. فأعطي الصوت الآن إلى السيدة دانيلا برنشتوك، كيف أثرت الجائحة على ألمانيا، وما هي التكنولوجيات والحلول الرقمية تتنبؤون بها لمجابهة هذه الجائحة؟ شكرا، أرحب بكم جميعا. أستطيع القول بأن الجائحة في ألمانيا سببت نمو بعض المجالات غير المتوقعة أو غير المرغوبة أحيانا. إن مشغلي أكبر شبكات الإنترنت هو موجود في فرانكفورت، وقد زاد عنده، فمثلا المؤتمرات عن طريق الفيديو زادت بنسبة 20%، 9.7 كيلو بايت على الثانية، أي أن لم نعرف تحس أي كوارث تتعلق بالرقمنة خلال الجائحة، ولكن الفيروس وضح العاجز أيضا الموجود. إنها أزمة قسمت أولويات عالية للتكنولوجيات الرقمية، وأجبر الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الحفاظ على التوازن المالي. حكومتنا أعطت دعما أكبر بإعطاء تخفيضات في الضرائب مثلا موجهة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة. الكثير يتوقع أن تكون الخدمات كلها عن بعد، ونحن سندعم مثل هذا الاتجاه بإدراج مرسوم تشريعي جديد حول العمل ضمن الوسط الرقمي، أيضا تتبع العلاقات مثلا عندما يخص ذلك العدوى في الفيروس، وهذا لم يكن موجودا في السابق، أي أن تطبيق يحذر من الكورونا فيروس هو مثال جيد على كيف أن الكورونا فيروس ساعدنا في إيجاد طرق جديدة. طبعا إذا وثق الناس بهذه التطبيقات وهذه الطرق، واحتفاظ بالبيانات وأمنها أيضا قضية مهمة جيدا، إذن يجب أن تكون المعلومات متاحة للجميع. حوالي 8 ملايين شخص يستخدم هذه التطبيق المحذر، وكل ثانيتين يتم سحبها من المخدمات ويمكن توزيع المعلومات فيها. هذه التجربة التي جاءت في عصر هذه الجائحة أبينت أن التكنولوجيا الرقمية ليست ممكنة، وإنما هي موثوقة، ويجب أن نضع حدا للصعوبات التي نشأت
ننظر الآن إلى بثقة أكثر وبتفاؤل إلى عام 2021 ونتوقع ارتفاع 4.4 في داخل القوم. شكرا جزيلا يا دانيال، لقد ذكرت بأن هناك ناس يتوقعون أنه سيتم ترقيم أو رقمنة معظم الخدمات، وقد يكون ذلك مستقبلا. سؤال الآن أوجهه لتاليس يابانا نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولة عن آسيا والباسيفيك، هي المنطقة التي تقع في الخط الأول من الرقمنة، ولكن هناك الهوة الرقمية تزداد والفوارق تزداد شدة، هناك فجوات إنمائية تنشأ والجائحة زادت منها سوءا، فهل لك أن تتحدثي لنا عن الهوة الرقمية في المنطقة وما هي المخططات أو الخطط لمعالجتها؟ شكرا جزيلا يا ماركو على هذا السؤال، أهلا وسهلا بكم، مساء الخير للسيدات والسادة. أجاوب أولا على سؤال الموجه لي في المقام الأول فيما يخص الأمور الإقليمية، منطقتنا في غاية التنوع والتطور الديناميكي فيما يخص القوة الرقمية أو الوصول إلى الإنترنت أو الإيصال بالإنترنت، فخصوصية هذه المنطقة تعتمد على ثلاث سرعات الابتكارات، هناك أولا دول متقدمة اقتصاديا، وتلك الدول هي الدول الرائدة في المجال الرقمي. في حالة هذه الدول الشبكة المتوفرة عندهم ليست فقط شبكة الجيل الرابع أو حتى الخامس، ولكن هي بدايات الجيل السادس، وهذه الخدمات متنقلة ومحمولة ورخيصة الثمن نوعا ما، وتتسم بالموثوقية العالية. الفئة الثانية هي الدول المتوسطة الدخل، وهذه فئة تشكل معظم دول منطقتنا. الدخل قد يختلف فيما بينها، ولكنها كلها تتسم بديناميكية لا بأس في ردم الهوة الرقمية. الفوارق أو الاختلافات فيما بينها ما زالت قائمة وموجودة فيما بين دولة والأخرى، وأقصد الفوارق في الإيصال بالإنترنت. أما الفئة الثالثة لمنطقتنا يكون لها الوصول إلى الإنترنت فورا، وتقريبا 2.3 مليار نسمة يبقون مجردين من الوصول الكامل للإنترنت، وعدد السكان الإجمالي لدينا في المنطقة 4.3 مليار نسمة، فنصف السكان ليس عندهم وصول كامل للإنترنت، وهي الدول النامية أو المتوسطة التطور، حيث تكون التكلفة أو تعلو التكلفة فيها للخدمات الإنترنتية. فعلينا أن نعالج الهوة الرقمية خاصة في هذا الوقت الحساس. هذه السياسة لها نليها الأولوية القصوى، كيف نقوم بردمها في سياق الحزم المساعدة التي جهزناها لعصر الجائحة، فردم هذه الهوة الرقمية وتوسيع البنية التحتية منها الهاردوير والسوفتوير. هذه الدول الكثيرة يجب أن تكافح من أجل الحصول على استثمارات وتحقيقها والتخطيط بها
لتتحول إلى الأرضية الخصبة للبنية التحتية الإنترنتية، وإلا فستتخلف هذه الدول عن بقيتها. كيف نرغب على إدماج هذه الموديلات التجارية الابتكارية التي تروج لتنمية القدرات الرقمية؟ كيف نقيس هذه التكنولوجيات والطرق، ونقيس الجهود المبذولة من أجل رفع المؤهلات الرقمية؟ شكرا. سمعنا أرقام مخيفة، أن 2.4 مليار هم خارج الإنترنت. هذه أرقام مخيفة. إذن نحن لدينا الناس في مناطق عديدة بأوضاع مختلفة. لذلك سوف أسأل السيد يي. فالأغلب يظن أن التجارة تعتمد على الاستقرار، هل هناك إمكانية أو وسيلة لأن يقوم أن تقوم التجارة بمساعدة التطور أو تخفيف، أن يكون أكثر صديقا لكوكبنا من القطاعات الأخرى؟ شكرا للسيد المنسق، أرحب بكم جميعا. نعرف أن التكنولوجيات الرقمية هي ضرورية جدا لرجال الأعمال وللأعمال بشكل عام. حاليا الأزمة تؤكد ذلك وتدعم أن فنحن لاحظنا أن تأثير الجائحة هو عاما على التجارة العالمية. في الحقيقة تم تباطؤ في التجارة العالمية قبل حوالي 21% في الربع الأخير من السنة الماضية مقارنة بالسنة التي قبلها، وأن الخدمات أيضا انخفضت بنسبة 20%، وأن قنوات التوزيع في أصبحت مضطربة في العالم. الأكثر الأولوية في التجارة اعتمدت على البضائع الضرورية، وأيضا زاد التجارة أونلاين، السياحة لأسباب معروفة أيضا تضررت من ذلك، ازدادت الحاجة إلى الخدمات الأونلاين، الطب والخدمات الترفيهية أيضا. فإذا الجائحة وآثارها تؤثر في مجالات حياتنا كلها، فعندما نعمل معا يجب علينا أن ندعم الاستثمار لبناء بنية تحتية تتماشى مع هذا التطور التجاري الرقمي. نرغب الشركات المتوسطة والصغيرة في الدخول في هذا المجال. عملنا يعتمد على أن التجارة يجب أن ترافق التطور الاقتصادي في العالم في هذه الأوقات الصعبة. شكرا جزيلا لك. لدينا لحظة ننتقل إلى منظمة التجارة العالمية، ومنها إلى دانيال تروهيو، وهو أحد نواب رئيس مجلس الإدارة لوول مارت، إحدى أكبر السلاسل
للبيع بالتجزئة في العالم، السوبر ماركتات، وكيف لدي صحيفة لا ستامبا الإيطالية نشرت مؤخرا مقالة كبيرة، كتبنا فيها بأنكم الآن في سوبر ماركتاتكم توظفون عددا أكبر من الناس مما كان عليه بدلا من الروبوتات، فما ردة فعلكم للجائحة؟ شكرا، أرحب بالجميع، شكرا على الفرصة التي أتيحت لي أن أتحدث هنا. أود أن أعلق على 3 محاور رئيسية. أولا، العاجز المتعلق بالإدارة الرقمية بما فيها التراخيص. الجائحة أبرزت لنا العاجز التجاري الكبير، ولأنه تم تشليل هذا القطاع جراء الإقفال اللوك داون، لأننا أصبحنا أيضا نستند إلى الحلول الورقية بدلا من الرقمية. ولكن الجائحة أيضا أظهرت لنا بأنه يجب علينا أن نتحول بسرعة أكبر إلى التكنولوجيات الرقمية. موردونا وعملاؤنا وجدوا وبسرعة الطرق لإسراع العملية من أجل طرح الخدمات والمنتجات الجديدة على الزبائن. لذلك نحن نحاول إسراع العملية. فيما يخص الأذونات والتراخيص، نحن في الحاجة إلى رقمنة هذه الخدمات أيضا، ونولي لها الأفضلية القصوى، وذلك لعدة أسباب. أولها المحفزات المختلفة الأنواع قد وصلت إلى سقفها النهائي، فنحن بالأحرى نحتاج إلى الاستثمارات القادمة من القطاع الخاص، وهذا ما فهمناه من بفضل الجائحة. إذن إذا نحاول أن نأتي بمشاريع جديدة وفي حد الصدد. وثانيا، الأنظمة الترخيصية تشمل أيضا سوق العقارات، ذلك الخاص وأيضا التجاري. ذلك كل شركة ترغب في تطوير يجب أن تأخذ ذلك في عين الاعتبار. رقمنة هذا النوع من الخدمات تخص فئات واسعة من المستخدمين والمستفيدين من القطاع العام والخاص، وهذه نقطة الدخول إلى التجارة الرقمية. هذه أنظمة الترخيص دائما تاريخيا كانت تتعلق بالفساد ونموه، وقد يساعدنا أو تساعدنا رقمنا على التخلص من هذه المشكلة وزيادة الشفافية. فرقمنا نظام التراخيص والأذونات يجب أن تكون من الأولويات في أو جراء جائحة كوفيد 19، وهذا شيء جوهري ويجب أن يكون له نفس المستوى من الأهمية في القطاع العام والخاص. شكرا. شكرا. كل ما تحتاجه المؤسسات العالمية أعطي سيد موسيكو ياكوتي الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية. كيف يمكن أن نستخدم هذه التكنولوجيات الرقمية وتساعدنا في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بهذه الهوة الرقمية؟ هناك سؤال على تشات يقول كيف هناك تأثير على الضرائب العالمية؟ هل تستطيع أن تعلق لنا يا سيدي على هذه الأشياء؟ أشكركم وأرحب بجميع المتحدثين وأثمن عاليا ما أتحدث به. أنا
مسؤول عن القضاء عن أخلاقيات المهنة. نحن ما هي التحديات الداخلية الناتجة عن الجائحة؟ بأي طريقة تمكن هذه الجائحة في تحرير بعض الميول التي كانت موجودة في السابق؟ أن الشركات الكبيرة التي لديها منصات ضخمة أصبحت في حالة الجائحة شركات رائدة. خلال 3 أشهر حوالي من أمازون أو أبل أو إيدي وغيرها ومايكروسوفت أو علي بابا تجارتهم زادت بين 40 و50% في 3 أشهر الأولى. أي هناك لا شك في أن المخاطر للبعض أصبحت هبة لرجال الأعمال في مجال الصناعات الرقمية. إذن الاقتصاد الرقمي ومن ليس لديه أساليب فيها سقطوا بالطريق أمام هذه التحديات الكبيرة. إذن ما هي التحديات للحكومات للوصول إلى الأعمال الرقمية؟ 50% من المشاركين قالوا أن تكلفة الخدمات في الحزام العريض السريع للإنترنت هي غالية، وفي الدول التي لا تقوم فيها الحكومة بمساعدة التجارة الرقمية فإن هناك لا توجد إطارات واضحة تنظم الضرائب. مثلا الضرائب لم يتم رفعها بسبب أن السلطات المالية والضرائبية في بعض البلاد ركزت على سحب ضرائب أكثر من رجال الأعمال والشركات الرقمية التي كانت هي الكاسب الأكثر في السوق عند حلول هذه الجائحة. نحن نعرف أن التجارة عن طريق الإنترنت والنقل بين دول، أنا من أفريقيا الشرقية نلاحظ إمكانية ازدياد حركة البضائع المشترى عن طريق أونلاين، أما النقل بين نقلها البري مثل أن الشاحنات التي تقف في طوابير 50 كيلومتر لأن هناك إجراءات جمركية وليست إجراءات تتعلق بضعف القدرة الرقمية. إذن الآن أعود إلى السؤال المتعلق بالضرائب بشكل مباشر. ماذا حصل في عام 2019 في مجال الضرائب؟ فهناك حلول مختلفة. نتحدث عن حلول. إذا ماذا سيفعل المستهلكون في مجال نمو البضائع والتجارة في المجال الرقمي وفي الفضاء الافتراضي؟ علينا أن نتذكر أن هذا النقاش يجب أن يرتبط بالضغط الذي نراه خلال هذه الجائحة. وما عدا الفروق والنظام
النظام الافتراضي والنظام الذي يحكم هذه العلاقات الرقمية هو مجزأ عديد، لا نستطيع أن نستعمل حزم افتراضية لشراء البضائع من دول معينة، سواء متعلقة بالضرائب أو متعلقة بالرسوم، إذا كانت هذه التجارة هي بينية بين الدول، وهذا يزيد أيضاً من التكاليف. إذن تظهر أيضاً قضية وضع ضرائب وجمارك على الحدود، ويجب حلها أيضاً لأنها أوضاع جديدة. علينا أن نستمع إلى الأصوات التي تقول أنه يجب اللحاق بهذا التطور السريع، وأن لا نراكم الروتين الذي كان سابقاً. شكراً على ما قلته، لأنه أيضاً يرتبط بالتعليم الرقمي، فكأننا رجعنا إلى البداية والنهاية في نفس الآن، فنحن نحتاج إلى جهود عمومية والاستثمارات. دكتور ماسيل، دكتورة ماسيل تمثل Resilience Capital Ventures، ومهمتك تأمين الاستثمارات المطلوبة في الأسواق النامية وتعزيز سبل المعيشة الأفضل للناس. فسيدة دكتورة، كيف يمكن للتكنولوجيات الرقمية في الأسواق النامية وتلك المتأثرة بالكوفيد، كيف تستطيع مساعدتها؟ هل تسمعونني جيدا؟ نعم، شكرا جزيلا لكم. للمتحاورين الآخرين الذين تحدثوا بشكل واضح عن هذه الأمور، فيما يخص الاستثمارات أود إلفات انتباههم إلى بعض الأمور. الجائحة شخصت لنا وبوضوح الفوارق الهيكلية والتنوع الهيكلي بين منطقة ومنطقة في العالم. هناك عدم المساواة في لهذه العوامل ما بين الدول المتقدمة والاقتصادات النامية. ونسبة المشاركة في الاقتصاد الرقمي أقل في تلك الدول النامية، الصوت متقطع. أيضاً الدول مثل بريطانيا والدول أوروبا الغربية وخاصة في الولايات المتحدة، كما قال الأمين العام، عندما نتحدث عن التمييز ما بين كبرى أو كبار اللاعبين في الاقتصاد الرقمي الذين سجلوا تزايداً في أعمالهم، يجب أن نقول أن هناك أزمة قائمة في قطاعات أخرى من الاقتصاد. ما نلاحظه في العالم أن الأزمة أثارت لنا وبوضوح النقص الهيكلي في التوازن في أوروبا، بينما يجب أن أعترف أيضا أن هناك ما يدعو للتفاؤل، أن هناك استثمارات وتدفقات رأس مال كبيرة نحو مناطق محددة. أحيانا ليس ذلك مرئيا دائما للجميع، فنحن لا نشهد بشكل مرئي إسراع ما يسمى بالمالية المختلطة، وهذا لا يخص، هذا المصطلح لا يخص فقط الشركات العامة الخاصة، ولكن أشكال أخرى من الأصول المالية.
إذا اتبعنا هذا النهج من خلال نظام الأمم المتحدة وغيره، فكل التكنولوجيات حتى قبل أزمة الكوفيد كانت مهيكلة بشكل اجتماعي. يجب أن ننظر إلى تلك المجالات التي تنقص فيها الوصلات المناسبة. ما ينقصنا؟ ما الذي فوتناه في السنوات العشرين الماضية عندما عجزنا في التنبؤ لظهور أو وقوع هذه الهوة الرقمية؟ هناك أيضا الفارق المتزايد ما بين الجنسين، والأسباب الكاملة وراءها ليست حيادية. في الماضي كان بإمكاننا معالجة ذلك، ولكن أنا أيضا تم ترغيبي، وأنا متفائلة ومتحمسة أنني أشهد ما يسمى بتحالف الاقتصاد الأخضر، وهذا يركز إلى تحفيز بعض الصناديق في وتفعيلها في الدول النامية نزولا إلى القواعد الأخلاقية ومراعاتها. فمن ناحية نحن نشهد أزمة، ولكن من ناحية أخرى إذا شغلنا في أعمالنا هذه الموديلات أو الاستراتيجيات التي هي قادرة على التنمية، فربما سنوفق. إذن كوفيد 19 رسم خطوطا يقوي عدم التوازن. إذن سأطلب من السيد أندرسون الذي يمثل صندوق النقد الدولي ليتحدث عن هذا الموضوع أو ليتكلم عن دور التكنولوجيا في هذه الأزمة أو عملية الحوسبة. أيضا نحن نعمل أيضا غالب الأوقات في بيوتنا، فإذا لدينا علاقات عمل مختلفة تماما. كيف ممكن أن تساعدنا التكنولوجيا دكتور أندرسون؟ قبل كل شيء أشكرك يا ماركو، وأشكر جميع المتحدثين. بما أنني أعمل في صندوق الدخل الدولي، أقول أن رقمنة الأمور هو مهمة جدا. أن الأزمة مرت في عدة مراحل. المرحلة الأولى هو كان يجب تخفيف الأماكن المغلقة، يجب إعادة إعمار الاقتصاد من الناحية مقاومة مثل هذه الأزمة. إذن فإن ما كان يترجم في السابق أن عدم حاجة إلى الإنترنت ليس ضارين، أصبح الآن الدفع عن طريق الإنترنت. وكيف أن الدول الضعيفة أصبحت تشعر أنها عليها أن تبني بنية تحتية رقمية قوية لكي تتماشى مع ما يحصل في العالم. إذن التكنولوجيا لا تساعد الجميع في بشكل مستوى. فمثلا في الولايات المتحدة أثبت أن الوصول إلى الإنترنت يسمح بأنفسهم الناس الأغنياء، أي بعض الدول عليها أن تركز جهودها لتأمين هذا الوصول إلى الإنترنت، وإلا أنها ستبقى في الخلف. عليها أيضا أن تؤمن وصول ومهارة رقمية، وخاصة الدكتورة مارسيل قالت لأن النساء
أكثر من الرجال شعروا بهذه الأزمة لأنهن على الأغلب يعملن في مجالات لا يعمل فيها الرجال. فمثلا باكستان في أصبحت تستخدم الهواتف المحمولة لنقل الأموال إلى النساء، والمستوى الأعلى من الخدمات الرقمية يجلب معه مخاطر أيضا رقمية. إذن فمجتمع دولي قطاعان خاص وعام علينا مسؤولية خلق عالم جديد آمن في هذا المجال. يجب علينا أن ردم الهوة الموجودة بين الدول، الهوة الرقمية، وأن لا تكون التطور التكنولوجي الرقمي محصور بعدة شركات فقط. شكرا لكم. شكرا جزيلا. الوقت يصبح ضيقا شيئا فشيئا. لقد قلت وألخص ذلك أن الفائدة الأكبر لهذه الجائحة هو القطاع الرقمي. هل هكذا يكون بالفعل؟ لأنه أيضا يعاني من المشاكل. فأرجو للسادة أن تفكروا بدور الإنترنت والسياسات الرقمية العمومية الرامية لحل المشاكل التي نبرزها، وقد أحيانا تتحسن أوضاعه، ولكن هناك عدد كبير من الناس غير مؤمنين بالوصول إلى الإنترنت. حتى هنا في مدينة تورينو زميلي يأتي للمكتب كل يوم لأن الإيصال لديه للإنترنت في مسكنه ضعيف ومنطقته غير مغطى جيدا بالإنترنت. ونتحدث عن شمال إيطاليا، منطقة صناعية متقدمة. الجزء الثاني من هذه الجلسة، كل واحد عنده 3 دقائق، وأبدأ الجولة من السيد حارس من الاتحاد الإفريقي. بعد أن سمعت حضرتك بما قيل حتى الآن، ما قولك لأصحاب المصلحة والشركات الدولية؟ كيف يمكن مساعدتها لك أو لكم لحل هذا الوضع؟ ما هو الدواء لإفريقيا؟ شكرا جزيلا. فيما يخص منطقة صلاحيات IGP، ألفت انتباهكم إلى ثلاث مسائل محورية. أولها مرتبط بهيكلنا التنظيمي. تطور الرقمنة لا يمكن أن يسجل هدفه بدون ردم إفريقيا للهوة الرقمية وهذا النقص الرقمي في القارة الإفريقية. هذه الاستثمارات على قدم وساق، والنقطة الثانية التعليم. يجب إنشاء دورات تدريبية وبرامج تعليمية لتأمين القدرات الرقمية ومؤهلاتها وتنمية هذه القدرات لكبار السن وصغار السن على حد سواء، وخاصة بعد الانتهاء من الجائحة، وخاصة في تلك المجالات من القدرات الرقمية هي مهمة لمختلف المهن. المسألة الأخرى، المسألة المتعلقة بالاقتصاد الكبير. هذه التكنولوجيات يجب أيضا إدراجها في الأدوات الضريبية والمالية
ضمان الحلول الرقمية للتحول الرقمي في القارة الإفريقية. كما قلت من قبل، التحول الرقمي واستراتيجيتها لإفريقيا يتم تطويرها وتكييفها لملائمة الظروف الإفريقية، وتم إدراج الكثير من المبادرات سعيا نحو الاستفادة القصوى للحلول الرقمية وتحول المجتمعات الرقمي، ونشر فكرة الرقمنة، وذلك للاستفادة من، وذلك سعيا نحو إيجاد فرص العمل والقضاء على الفقر والاستفادة من الثورة الرقمية. وفي هذا السياق، تعزيز التعاون ما بين أصحاب المصلحة يجب أن ينصب في هذه الأطر وفي هذه المشاريع، الأطر للتعاون بين أصحاب المصلحة يجب أن تكون مرتبطة بمثل هذه الاستراتيجية الخاصة بالقارة الإفريقية، ويجب أن تدوم ضمن هذه الاستراتيجيات. شكرا جزيلا. نرى أن المشكلة في أفريقيا هي مشكلة ذات معنى كبير، ولكن في ألمانيا هناك مشاكل أيضا ظهرت في كما في معظم الدول الأوروبية جميعاً أيضاً بعد هذه الجائحة، جائحة فيروس كورونا. إذن أتجه بسؤال إلى الدكتور. نقول أن هناك لا توجد فشل كبير، فإذاً لم تذهب كل الأمور في الاتجاه الصحيح. ما هي الأشياء التي لم تفعلوها، وما هي النتائج التي تنتج عن ذلك؟ شكرا، معك حق تماما. ظهرت مشاكل اقتصادية كما قلت، فهي من الصعب الآن أن تقدير كيف ستصبح في الأسابيع القادمة، ولكن نحن متفائلين لأن الحكومة الألمانية بسرعة تنبهت للموضوع وبدأت بمساعدة الشركات التي لحقها ضرر من وراء الأزمة. البرلمان الألماني قرر قوانين وحزمة من القوانين تتعلق بالأزمة. يجب علينا أن نستثمر أكثر بالتقنيات الجديدة. الدكتور مثال طالبت بذلك، أي علينا أن ننظر في المستقبل أن الاستثمار بالتقنيات الخضراء كما تسمى والتقنيات الرقمية ك الاستثمار بالذكاء الاصطناعي أو في الشركات التنافسية للذكاء الاصطناعي، أي شبكة الجيل السادس، وأتمتة الخدمات في دوائر الحكومية، وأن المواطنين سيستطيعون استفادة من هذه الخدمات الرقمية. هذه تجربة ذات معنى كبير، وأعتقد أن ألمانيا عندما نخرج من هذا الأزمة ستفعل ذلك في المستقبل، ستكون رائدة في هذا المجال. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. فإن الاستثمارات المكثفة قد تكون حلا مناسبا، لكن يجب أن نفكر حول كيفية القيام بذلك، إلى أين نستثمر هذه الأموال. لأن بدون المخطط الجيد ربما يكون الأمر غير مجدي. أرفيدا بيتشابانا
آسيا ومنطقة المحيط الهادي. تحدثنا عن الاستثمارات والمشاريع، هل لك أن تزيد لنا معلومات عن المبادرات التي تخططين بها أو تنظمينها كدخلكم في تأمين التنمية الاقتصادية؟ ماذا استفدتم من مثل ألمانيا وماذا قمتم به؟ شكرا جزيلا لهذه الأسئلة. ما يخص المبادرات الملموسة التي اسكاب تدعمها في منطقتنا، سوف أشاطر بعضا منها. على سبيل المثال، على طلب الدول جزر الباسيفيك، ونعلم أن الباسيفيك أو المحيط الهادي جزء من منطقة آسيا والمحيط الهادي فيما يخص الإيصال بالإنترنت. فالجزر الواقعة في المحيط الهادي ليس لها دائما الوصول، فنحن أدرجنا تقرير أو جهزنا تقريرا مفصلا يخص 3 دول، فيجي، ساموا ونيوزيلندا، وهذا ساعدنا بشكل هائل قدرات الوصول إلى الإنترنت في هذه الدول 3 ونوعيته. أتمنى أن نقوم بقياس وتقليد نفس الجهود في مناطق أخرى. ثانيا، العمل على تسهيل التعاون الدولي ما بين دول المنطقة، وهذه الاتفاقية ستدخل قيد التنفيذ في مطلع العام القادم 2021. السؤال هو كيف، ليس فقط كيف ننمي الحالة الاقتصادية، ولكن كيف نقوم برقمنة هذا التبادل التجاري. لذلك سيتم، أو بفضل ذلك سيتم التخفيض من تكلفة التبادل التجاري بما يتراوح من 10 إلى 30% من تكاليف هذه المعاملات التجارية دعما للحركة. وأيضا قياس الرقمنة وبعض الجهود المتعلقة بالشبكة الآسيوية للطرق، نتحدث عن طرق النقل والشحن، Asian Highway Network يسمى هذا المشروع، ومن شأنه المساعدة على النقل غير المتقطع والتدفق المستمر للشحن عبر الدولي من أجل توصيل وتوريد السلع والبضائع بلا عوائق وحواجز عبر الحدود. هذا ما نتحدث عنهما دول الأعضاء وندعمها في عصر الجائحة، تسهيلا عليهم بعض الإجراءات التجارية فيما الاقتصادية فيما بينها. شكرا للسيدة الأمينة العام للجنة التنمية. هذه حلول نبحث عنها، خاصة للدول التي نظن أنها بعيدة مثل فيجي مثلا، ولكن يجب أن يتم هذا. الثورة الرابعة الاقتصادية التي نعيشها الآن أصبحت بسبب كوفيد-19 مضطربة، مما جعلنا نحتاج إلى حلول لمشاكل كبيرة، خاصة كيف إدارة البيانات والمعطيات. هذه البيانات هي أكثر، لذلك للسيد يي أسأله، يمثل هو منظمة التجارة العالمية، هل يستطيع السيد أن يساعدنا بفهم كيف يمكننا إدارة هذه الكمية الكبيرة من البيانات وكيف نحميها؟
وكيف يكون الوصول الحر للبيانات غير خطر على قيمتها وعلى أمنها. يجب أن يكون هناك أيضا رأس مال يحمي الاستثمارات. شكرا يا ماركو على هذا السؤال. النقاش حول هذا الموضوع في منظمة التجارة العالمية أن عندما بدأت الأزمة الصحية بدأنا نشوف مخاطر انتقال البيانات والمعطيات، وكل أحاديث حول التجارة الرقمية زاد من سلسلة التزويد، وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. إذن نحن منخرطين في أحاديث لإيجاد أسس من بينها عملية الإدارة، إدارة وحوكمة البيانات. إذن نحن نعمل على وضع حلول تساعد هذا النوع من التجارة. المشاركين فيها يجب أن يأخذوا بالاعتبار كل أصحاب المصالح المشتركة. إذن كل الأحاديث كانت مهمة. قمنا بالحديث والاتصال مع القطاع الخاص ومع المنظمات غير الحكومية من خلال ورشات مختلفة تهتم بأمور عديدة غير أمور الصحية. لقد أثبتت الجائحة أن الاستدامة في الاقتصاد هو مهم، ولكن ألقى الضوء جديد على التحديات القادمة. أن الدول النامية تحتاج إلى هذا الاتصال الأفضل، الوصول إلى إنترنت سريع. إذن خدمات الاتصال يجب أن تتعامل هذه الشركات مع مؤسسات أخرى جنبا إلى جنب. شكرا جزيلا. إذن تحدثنا عن دور الإدارات الحكومية. يبدو أن معظم المتحاورين واعون أن ليس كل شيء يجري كما يجب. سيد تروهيرو، إنك تمثل القطاع الخاص، قطاع العمل، وتحدثت عن أهمية التحول أو العملية الرقمية لإصدار التراخيص الرقمية لمعالجة آثار الوباء. كيف تنظر إلى ذلك من وجهة نظر وشركتك وخبراتك؟ أولا، يجب أن تكون العملية بسيطة وسهلة. أهم عائق في إجراء أو إدراج بعض التعديلات من الحكومات أنها دائما تصبح مكلفة، فإذا أدينا هذا العمل الأساسي المتعلق بالرقمنة قد يزيد ذلك من قدراتنا. قادة الدول الغربية في آخر قمة الأمريكيتين تعهدت بإدراج السياسة التنسيقية، فأصبحنا جزء من الحوار المسير من السلطات، وهناك خمس ممارسات اتفقنا عليها. كل شيء يجب أن يتم أونلاين، بما في ذلك الدفعات أونلاين وإصدار التراخيص أونلاين. القاعدة الرابعة على سبيل المثال هي أن كل ما يكون ملزماً يجب أن يكون متوفراً بالإنترنت. كذلك الدورات التجريبية
للكوادر يجب أن تجرى أونلاين. ونهاية أود أن أقول إن هناك مبادرة الـ OECD بشأن الثقة بالعمل، وتحدثنا عن إصدار الشهادات لتلك المؤسسات التي تتبع هذه الممارسات الجيدة، لأنه سيخلق دائرة أو مجالا من الأشخاص الموفقين في هذا المجال. الاقتصاد أيضا مهم وله دور كبير. السوق في بعض أنحاء العالم وخاصة بالنسبة للشركات الكبرى، عندما نرى هذه القضية من وجهة نظرك، ما هي الأماكن التي ضرورة هي فيها سياسة التعاون؟ أنت قلت في السابق أن هناك ضرورة لوجود الإنترنت وتقدم رقمي لدعم النشاطات الاقتصادية، هل هذا يمكن أن يلحق الضرر بالشركات الصغيرة في أفريقيا؟ هذه مناسبة، ولكن ربما أن تكون هناك مخاطرة أيضا. طبعا طبيعة التجارة هي أن كل شيء يعتمد على نوعية البضاعة، فإذا كانت هذه البضائع تتنافس على أسواق تنافسية فإن الجدوى العمل من خلال التكنولوجيا الرقمية، هناك كثير من الشركات التي تقوم من بينها شركات لوجستية تعمل وتنشط عن طريق الإنترنت، فهي تساعد الاستيراد أكثر من التصدير. ومن هذه الظاهرة تؤدي إلى أن قضية نوعية البضائع المستوردة لها دور هنا، فالشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية تجد دور صغير في التجارة العالمية بأنهم يقومون باستيراد نوع محدد من البضائع والتمسك به. فأما في حالة وظروف الجائحة، هذا فقط يدعم ما كان في السابق مثل قومية السوق مثلا، فأكثر البضائع حاليا متموضعة في مناطق محددة، فإذا الميول التي ميول للاستثمار فهي قصيرة المدى محلية، وهناك مناسبة للشركات الصغيرة أن تتلائم معها، ويجد في وسائل هذه في سلسلة هذه تنقل هذه البضائع يجب أن نبحث عن حلول جديدة. هذا المجال هو هام، ولكن هناك أخرى مجالات لا نستطيع أن نحمي المستهلك أو نحمي اللوجستية البضائع دون تعاون عالمي. إذن التجارة الرقمية تأخذ دورا أكبر، ولكن حماية المستهلك تنمو أكثر، خاصة أن أغلب المستهلكين أغلب العاملين في هذا المجال يحاولون استغلال هذا الطلب عند المستهلكين، وعملية مراقبة هذا المجال تصبح صعبة. إذا دون تعاون عالمي لا نستطيع أن نوقف هذه
الظواهر السلبية، سواء يجب رقمنة السياحة، الفنادق، المطاعم، كل ذلك نستطيع رقمنته. شكرا سيادة الأمين العام، وأود لفت انتباهك إلى السؤال الذي طرح قبل ذلك حول دور النساء في سيراليون، وربما فيما بعد سنعود للإجابة على هذا السؤال. إذا لدينا بعض القواعد، وكيف المشاريع دكتورة، ما من أجل تفعيل وتسيير تدفق رؤوس الأموال، ما هي المقترحات التوصيات للسياسة؟ الشيء الذي يستطيع دفع عجلة التنمية إلى الأمام. شكرا على هذا السؤال. إذا في المقام الأول، صياغة الاستراتيجيات المناسبة يجب أن تتبع الواقع السائد في العالم. منذ 20 سنة تقريبا كنا نشهد التغيرات في جغرافية الابتكار، ولكن رغم ذلك الأطر الاستراتيجية كانت تبقى على ما كانت عليه قبل ذلك، فكأن هذه الأطر كانت قديمة حتى قبل الجائحة، فنحن يجب إصلاح أطرنا الفكرية أيضا. يجب أن نفكر بأكثر من قطب جغرافي واحد، ولكن ثنائية تدفق المعرفة، ولا نعول على نقل التكنولوجيا القديم النمط. هناك بعض الشركات قد نشأت الآن في عصر الجائحة، مثل شركة دياتروبيكس من السنغال، التي وضعت حزمة ميسورة التكلفة للاختبارات. شركة أخرى من جنوب أفريقيا صممت تطبيقا لتتبع الاتصالات، وهي تشتغل في لسوتو وجنوب أفريقيا. هناك شركة أخرى وضعت عملات رقمية في جزر الكاريبي. هناك إذن أمثال إيجابية كثيرة للشركات، منها الصغيرة والأكبر، التي استفادت من نقطة تحول هذه لكسب الأموال. وهناك إذن فضاءات يمكن الاستفادة منها من قبل السياسيين الاستثمار. أنا ذكرت أن أثناء الوباء شاهدنا نموا للاستثمارات 270% من النمو، فهي بعض المليارات من الاستثمارات التي تنظر إليها على أنها تتسم بالهيكل المسؤول، ولكن رغم ذلك لا يشكل ذلك إلا 5% كل التدفقات الاستثمارية. شكرا يا دكتورة. السيد أندرسون من IMF، ونحن سمعنا الكثير من التوصيات. IMF لاعب كبير. سؤالي، كيف يجب على أصحاب المصلحة أن يغيروا موقفهم تجاه الرقمنة من أجل تحسين الوضع الآن؟ من الواضح أن أثر ودور وتوقعات تتعلق بالرقمنة من قبل الحكومات ومن قبل المواطنين تغيرت تماماً ما قبل الجائحة، والآن نستطيع أن نتحدث عن عصر رقمي جديد نحن فيه. والسؤال،
كيف ننتقل إلى عمقه، وبدلا من مجرد مراقبة حالات عدم التساوي في سير هذا التحول، فكيف لا نبذر ولا نفوت هذه العملية؟ كيف نجعل اليوم الغد أحسن وأكثر إنصافا وأكثر اخضرارا وأكثر ذكاء؟ التكنولوجيا الإنترنتية هي تلعب هنا دورا أساسيا في هذا العالم الأفضل الذي فيه النساء اللواتي تكبدن خسائر أكبر خلال أو جراء الجائحة، لأنهن يعانين من النواقص في الوصول إلى الإنترنت أكثر. المجتمع الدولي يجب أن يفكر أيضا في سبل تمكين المرأة وتأمين إيصال أفضل لها للشبكة. البرامج مثل توغو وتنزانيا وزامبيا، هناك مشاريع مبتكرة تم منح النساء هواتف مجانية. الوصول هذا إلى الإنترنت في إفريقيا يجب أن يشمل الجميع، مما سيساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول ب10% على الأقل. وفيما يخص مشكلة تقريبا ثلث سكان العالم الذين ليس لديهم الوصول إلى الإنترنت، فهذا دور أيضا المؤسسات مثل سبيس إكس التي ترسل المكوكات الفضائية إلى الفضاء تساعد في زيادة نسبة هذه التغطية والإرسال، لأن هذه الأقمار الصناعية تستطيع إخراج سكان هذه المناطق النائية من الفقر، ولكن يجب أن نقوم بتحقيق هذه الأهداف بشكل ذكي و رقمي وأخضر. شكرا، لدينا دقيقتين تأخير وهذه نتيجة جيدة. الآن سأستغل الفرصة لكي أعطي الصوت لكل واحد منكم على التوالي. أود أن تعطوا ما هي إجابات سريعة لدقيقة واحدة، ما هي المهام التي على عاتق كل مؤسسة تمثلونها؟ نبدأ من البداية. أطلب السيد هاريس من الاتحاد الأفريقي. شكرا. بالنسبة لأفريقيا فإن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الآخرين لها معنى جوهري، وأنا سوف أتابع كل أصحاب المصالح لإدراج الاستراتيجية الرقمية لأفريقيا. شكرا. أي تسريع إدراج هذه الحلول، هذا متأكد. إلى الدكتور من وزارة الطاقة في ألمانيا، أرجو وصل الميكروفون لأننا نسمعك الآن. نسمعك. نعم نسمعك، تفضلي. أعتذر على هذه المشكلة، في لحظة لم أسمع السادة ولكن لم أسمع السؤال بشكل جيد، لكن أود أن أقول في الختام أن في العام الماضي كان لقاء منتدى حوكمة الإنترنت في عندنا في ألمانيا، ونحن سوف نتعهد باستمرار هذا النقاش الدولي حول هذا الموضوع. سنساعد على تسهيل إدراج النقطة 5A و5B من هذه التوصيات،
وبالنسبة لكل المقررين كان لدينا جلسة استطاع فيها البرلمانيون التنسيق في عملهم من أجل الإسراع، وهذا شيء مهم بالنسبة لنا. شكرا لك دكتورة. شكرا لك يا دكتورة ولحضرتك. سيادة وكيلة الأمين العام لإسكاب، كلمة ختامية. تبقى إسكاب منخرطة في تسريع إدراج مشروع سوبر هايواي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي، ونرغب في تسريع عملية الرقمنة. نريد الترويج لتمكين المرأة، زيادة لرفع قدراتها الرقمية، ونريد أن نشجع الشباب على الاستفادة من التكنولوجيات الرقمية والتحول الرقمي. شكرا السيد هيو نيابة عن منظمة التجارة العالمية. شكرا جزيلا. من تجاربنا السابقة نعلم بأن يجب أن نتصور حلول رقمية جديدة تعيد إيجاد فرص العمل. من الواضح أن شبكات الاتصالات العالمية أكدت وظيفتها في توفير الخدمات الجوهرية والتبادل التجاري، ونحن على اليقين أن التجارة ليست عائقا هنا ولكن حلا، ونريد أن نعمل كل ما بوسعنا لزيادة مستوى التنبؤ والثقة من طرف العمال أو الشركات والمستهلكين، وأشدد على الحاجة الأكبر للتدفق العابر للحدود وردم الهوة الرقمية، خاصة في الدول النامية والشركات الصغيرة. نعم، تسوية هذه الفجوة شيء هام بكل التأكيد. شكرا. أود ذكر شيئين، أولهما انخراط العمالة الأمريكية، ونحن وقعنا على هذه الاتفاقية من شأنها الشراكات ودعم التمويل المالي وإدراج الممارسات الجيدة لتفعيل عملية الترخيص الرقمي، وأنا فخور على أننا من بين مؤسسي مشروع Trusting Business ضمن منظمة OECD، ونحن ملتزمون في إدراج الممارسات الجيدة في القطاع الخاص وما بين القطاع الخاص والعام. الآن السيد فتوي، أود أن أتحدث قليلا عن الحلول التي تعتمد على الحوار. يجب أن يكون هناك استدامة وتوازن. إن الأزمة التي نعيشها أيضا مرتبطة بالفروق المتواجدة في أماكن أخرى من العالم. ندخل في العصر الرقمي، يجب نحن نتمنى أن تكون التوزيع عادل لهذه الفوائد الناجمة عن استخدام هذا النظام. ونتحدث عن الشركات الكبرى وعن المنصات الضخمة، يجب أن تكون تأثير الاقتصاد الرقمي على النساء مثلا والفئات الأضعف في المجتمع. إذن فلتكن نشاطنا أكثر فاعلية لكي يكون الرؤى التي نضعها لعالم جديد مليء بالفرص الجديدة. شكرا جزيلا لـ IGF على
دعوة، وأود أن أهنئكم على إنشاء هذا المنتدى الذي يمكننا أن نكافح فيه من أجل الأنظمة وتعديل التفكير الذي من شأنه مساعدتنا في طرق جديدة لتدفق رؤوس الأموال من أجل التنمية المستدامة للبشرية، ومن أجل القضاء على المشاكل ودفعا للأمام للاستثمارات الرقمية لخير الإنسانية والمجتمع الرقمي. ونحن أنا ملتزمة بمتابعة هذه الجهود لإنجاز ذلك على ضمن المجتمع الدولي. شكرا سيد أندرسون، أشكر لمنتدى حوكمة الإنترنت مجددا. نسعى من أجل هذه القيمة المضافة. بعض الدول تتسرع على إدراج الحلول الرقمية، ومنها على سبيل المثال العملات الرقمية، ولكن كما قلت سابقا ليس لكل الدول نفس الوصول أو الإيصال إلى الخدمات الرقمية، فهناك خطورة التهميش. نحن نتعاون مع غيرنا من المنظمات، ونريد أن نتوصل إلى نقطة أن تمكن من الوصول الأخضر والذكي والمتساوي للإنترنت لكل واحد. استطعنا أن نحافظ على وقت، وبقي لنا عدة دقائق سوف نختتم فيها ونلخص هذا المحور ضمن منتدى حوكمة الإنترنت 15 تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة. إذن إن هذه الأزمة الخطرة التي نعيشها بعد الجائحة وضمن الجائحة تؤثر على اقتصادنا، ويجب علينا أن نعمل بشكل مجدي ونفكر بشكل واسع وننظر إلى شكل أوسع، وأن نستثمر في الرقمنة، ولكن علينا أيضا أن نذكر أن العالم هو أناس أيضا، فكل ما هو رقمي يجب أن يركز على التعليم والثقافة، يجب دعم هذه الاستثمارات التي يجب أن تكون في مكانها، وخاصة قالت بان كي تو أيضا عن هذا الموضوع تكلم، أن الخدمات الحكومية يجب أن تكون أكثر إتاحة للجميع، وأن تكون ذات جدوى. هناك مشكلة تتعلق في الضرائب، فالنظام الضرائبي يجب أن يكون أن يروج للتقدم العلمي وأن يروج الواردات، ولكن عليه ألا يخنق الصناعيين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. أود أيضا أن بسرعة أقول أنه علينا أن نكون أكثر براغماتيين من أن نكون سياسيين. كل المنخرطين والذين يقدمون وقتهم وجهودهم لتحسين الوضع الذي نحن فيه، أتمنى أن تمر هذه الأزمة ونكون في وضع أفضل مما نتوقعه. شكرا إلى الجميع من تورين الغائمة، لن أكرر الأسماء. أشكر الجميع على الإطلاق. علينا أن نشارك في الجلسات الأخرى، وأشكر
اي جي اف الذي سمح لي ان انسق هذا اللقاء. اتمنى لكم في عصر الأزمة وفيما بعدها التوفيق والنجاح، وأعتقد أن الذكاء والعمل والجهود ستساعدنا على المرور من هذا الوقت الصعب إلى اللقاء في ظروف أفضل وأحسن. شكرا على انتباهكم، وشكرا للمشاركين جميعا. هذه النهاية، وإلى اللقاء جميعا.